المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، ومنذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا وتقييد حركة النقل بين المدن وتوقف نشاط وسائل النقل العمومي للأشخاص والمسافرين عن العمل، اليوم احنا كندخلوا يعني الشهر الثالث من تنفيذ حالة الطوارئ والحجر الصحي ببلادنا، نجد أن هذه الفئات من مهني النقل وسائقي المهني الخصوص عانت وتعاني وستعاني في المستقبل من جراء تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية يعني لهذه الفئة المهمة والمهمة جدا، التي تقدر يعني بالآلاف، وهي فئة نشيطة وتسدي خدمات جليلة للوطن وللمواطنين، وهي العصب ديال الاقتصاد الوطني. مع الأسف رغم عدة مراسلات ورغم بلاغات ورغم يعني المراسلات السيد رئيس الحكومة ومراسلتنا السيد رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية والسيد وزير المالية هو في نفس الآن من أجل يعني استعجال بتخصيص دعم مادي مباشر لهذه الفئة، هذا الأمر اللي ما يعني ما حصلش، ولكن مع الإلحاح ديالنا كمنظمة وإلحاح ديال مجموعة ديال الفاعلين المهنيين ديال مجموعة النقابات وكذلك ممثلي يعني الأمة من برلمانيين ومستشارين يعني تطرقوا للموضوع بشكل يعني قوي، اليوم لجنة اليقظة الاقتصادية وهي تتجاوب مع مطالب المهنيين قررت أنها ستدعم إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه الفئة ديال السائقين المهنيين والمستغلي رخص سيارات الأجرة، لأنهم متضرروا بشكل مباشر والخسائر هي خسائر كبيرة وكبيرة جدا، ولا يمكن لهذا القطاع أن يعيد نشاطه إلا ما كان هناك دعم مباشر لهذه الفئات من أجل استعادة حيوية القطاع ومن أجل حفظ كرامة السائق المهني، لأن اليوم السائق المهني هو عنده بطاقة مهنية، عنده رخصة ثقة، ولكن مع الأسف يعني لم يصنف مع الفئات اللي هي يعني ستستفيد استفادة مباشرة، صنف في منصة ثالثة. هذا الأمر اللي لا يليق ولا يروق قطاع سيارة الأجرة ولا مهنة السياقة المهنية. لجنة اليقظة اليوم تجاوبت بشكل جدي ومعقول مع مطالب المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك، وستخصص دعما خاصا لهذه الفئة في القريب العاجل، لا مستغلي الرخص ولا السائقين المهنيين المزاولين الذين توقفوا عن نشاطهم من جراء تطبيق حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، وستعمل مع المصالح الحكومية من أجل إيجاد الصيغة المناسبة لتوجيه هذا يعني هذا الدعم المادي المباشر لهذه الفئة النشيطة. بالمناسبة نبغي نذكر بأننا داخل منظمة ديمقراطية النقل واللوجيستيك نجدد دعوتنا إلى جميع القوى الحية وإلى جميع المهنيين والسائقين المهنيين اللي كيشتغلوا اليوم أو فرض عليهم الاشتغال في هذه الظروف الاستثنائية توخي الحيطة والحذر، وكذلك الالتزام بكل التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات العمومية، وكذلك يعني الأمور ديال النظافة بكل وطنية ومسؤولية.